خديل تلاوي، اهلا وسهلا فيك معنا بعطريقك. واحنا بهذا الموسم مثل ما كل المشاهدين ملاحظين انه عم نسلط الضوء على قصص نجاح مختلفه لافراد من مجتمعنا، كل شخص بمجاله. يمكن كتار من اللي عم بيشوفونا هسه عم بيسالوا مين هديل تلاوي. هديل تلاوي صبيه من 38 سنه. انا محاميه كمان وكيلة تامين. حققت نجاح كتير كبير في بالمجتمع العربي وبالمجتمع اللي عنا هون بمنطقة المثلث. بمنطقة المثلث خاصة يعني تحديت كتير مصاعب وعقبات وحققت نجاح كتير حلو في مجال التأمين اللي رح نحكي فيها كليات هالمصاعب والعقبات. بس يعني السؤال البديهي هديل، نساء المثلث يا انه هن صوتهن واطي يا انه هن موطيين صوتهن يا انه هن مش كتير بحبوا ينكشفوا ويحكوا، بالرغم انه في طاقات هائله هون بالاخص طاقات نسائيه. مظبوط. احنا عندنا حسب الاحصائيات اصلا يعني كمان نسبة المتعلمات بالوسط العربي وكمان هون يعني بالمثلث هي جدا جدا عالية. اليوم يعني تقريبا فيش بنت بتطلع من المدرسة بتروح تتعلم. بس اللي انا بحسه انه كتير اشياء بتأثر على الصبايا عنا انها تبرز وانها تروح لمحلات بعيده، وهي اكثر المخاوف يعني المخاوف وعدم الجرأة انه خلص فضلوا اكثر يروحوا على محل يشتغلوا فيه. وهذا هو انا بفكر وانا شفت وانا بعرف كمان كثير صبايا عندهم ممكن يوصلوا لبعيد يعني وعندهم كثير كثير طاقات وعندهم كثير يعني شهادات عاليه جدا. بس المخاوف هي سبب هديل اليوم. يعني في حضرتك وفي مجموعه كبيره اليوم من النساء من منطقه المثلث من مدن مختلفه هون عم تطلع عم بتشق الطريق عم تتحدى المخاوف، بتفكري انه الخوف هو سبب مقنع لانه طبعا تنحصر الصبيه بهذا الجانب؟ طبعا لا، وهذا اللي انا دائما بحكيه وفي كل محل بروح عليه بحكي وبشجع وبحث النساء انها ما تخاف. يعني لما الوحده كمان مره بتحافظ على حالها وعلى قيمها ومبادئها وعلى شو تربت وفيش اي شيء بالحياه المفروض انه يخوفها. يعني هي كمان احنا هي بالمنتاليتي يعني هي احنا ممكن انه في التربيه او بالتقاليد انه يعني تربينا انه المراه هي اكثر لازم تكون يعني بالبيت او يعني معلمه اكثر. بتيجي كثير كثير لحد اليوم انا بسمع احسن شيء معلمه، مع كل احترام انا كثير كمان بحب المعلمات، بس في كمان ممكن يوصلوا لبعيد في مجال الهندسه في مجال الهاي تك في مجالات كثير 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 عديده. لاي مدى اليوم لما بنحكي على نساء رائدات، نساء مستقلات كمان مهنيا وكمان معيشيا وكمان اجتماعيا، لاي مدى انت اليوم فعلا بحاجه الى رجل لجانبك اللي يعطيك هذا الدعم المعنوي خلينا نسمي انه لا انطلقي تخافيش اعطي؟ انا بفكر يعني انه المراه المتزوجه بحاجه لنوعا ما من هذا الدعم، لانه المراه اللي بتتجوز من انسان اللي بشجعش وبحثش وبدعمش كثير صعب انها توصل. خليني اكون واقعيه معك، يعني مش انه هي ممكن توصل لبعيد بس بدعم الرجل، لا ممكن كل مراه توصل، بس المراه المتزوجه عشان تاخذ هاي القوه والشجاعه بحاجه لرجل انه يحثها ويساعدها ويدعمها. فقط زوج؟ لا. وين دور الاب؟ وين دور الاخ؟ طبعا وين دور لا. ابن العم؟ وين دور الجار؟ وين دور يعني اي شخص موجود كل اللي حواليها 100%، كل انسان حولها. عشان هيك انا اجيت من بيت ومن محل اللي هو داعم من الاساس، يعني داعم، وابوي كل حياته كان يشجع امي يحكي لها روحي واطلعي وتعلمي، واليوم امي معها دكتوراه باللغه العربيه ولا مره قعدت. يعني انا اجيت كمان من محل ومن بيت اللي ما شفتش امي، يعني كانت بس ربت بيت. فالحث والدعم كمان من كل حدا حوالينا طبعا. يعني انا ممكن زوجي يدعمني، بس لو اخوي مثلا يعترض على هاي النجاحات وهاي المحلات اللي انا بوصلها ممكن كمان تكون عندي مشكله. يعني بالاخر احنا في عندنا مجتمع اللي هو محافظ. بما انه هيك ذكرنا يعني العائله، ذكرنا الوالد الله يرحمه والوالده، احنا موجودين يمكن كثير ناس مش عارفين وين احنا موجودين. احنا موجودين
باقة الغربية بهذا المكان اللي كبرتي نشأتي ترعرعتي فيه، ومن هون أجت كل الأفكار اللي اليوم أنت موجودة فيها. هاتي نرجع لهديل الطفلة شوي اللي كانت تتواجد هون بهذا المكان اللي في كتير تفاصيل بتعني لها بهذا الجو. أنتوا جبتوني على محل عن جد بعنيلي وبرجعني هيك لأيام كتير حلوة وذكريات. أنا وأنا طفلة صغيرة كنت أجي هون كتير، وكنت أضلني مع أبوي. هاي الأرض أكتر إشي بالحياة كان يحبه أبوي الله يرحمه، كانت تعني له كتير. تفضل. كنت كتير كتير أجي أنا وأبوي هون، أقعد ساعات أحكي أنا وياه عن كل إشي منه أنا صغيرة، وأنا كنت يعني بنت طموحة، وكنت دائما هيك أحكي له جاي بالي أصير مشهورة، جاي بالي أوصل بعيد. ودائما كان دائما منه أنا طفلة يحكي لي انت هديل عندي يعني بنت بعشر زلام يعني بعشر شباب، انت بتجنني وانت رح توصلي بعيد. فانا عندي دعم منه انا صغيره، كان يعطيني هاي الثقه يعني، وهو اللي اصلا اخذني على هذا المجال وهو اللي شجعني. فهاي المحل هون يعني كل شغله صغيره فيه يعني الرمل التربه الشجر كل شيء بذكرني بهاي الايام الحلوه. وبحكي عن جد يعني قديش انا اجيت من بيت داعم ومن اب اللي هالقد كان هون يقعد معي هيك ساعات نحكي عن كل إشي. حكيتي لي قبل ما بلش تسجيل قديش حياه الوالد كان يهتم بالتفاصيل الصغيره قبل الكبيره. مزبوط. يعني حكينا حتى عن الارض، حكينا عن التراب، حكينا عن الشجر. مزبوط. اللي صار عمره سنوات عديده برا بالخارج، بعد شوي بنشوفه. قديش هذا بعطيكي انت تكوني مرتاحه نفسيا اليوم بعد طبعا رحيل الوالد، انك عم بتأدي الرساله اللي كان بده اياها، انك كمان عم تهتمي بالتفاصيل الصغيره، كمان بعد بتعني لك كل النصائح اللي اخذتيها منه 100%. هو هاي يعني زي ما بيحكوا دائما انه اللي خلف ما مات. كيف انا تربيت، انا كمان اليوم بربي اولادي وكمان بعطي، لاني انا بآمن انه سر النجاح الانسان اصلا يعني هو انسانيته. هاي الإنسانية أنا كتير اكتسبتها منه يعني. كان يجي هون مثلا كانوا في عمال يشتغلوا، كيف يجي يتعامل معهن بطريقة حلوة، يجيب لهن أكل، وأنا هيك أطلع عليه. واليوم أنا هاي الأشياء اكتسبتها اكتساب يعني، أنا اليوم بتعامل مع الناس اللي بتشتغل معي هيك، مع كل الزباين بهاي الطريقة يعني. هاي كمان أسس من أساسات النجاح اللي عندي بالمحل هذا اللي جيت منه يعني، اللي عن جد الأصل هذا اللي تربيت عليه. حكيتي انه بشكل عام لما يسألوا الطفل شو بدك تصير لما تكبر، الطفل التقليدي بيحكي لك دكتور، بيحكي لك محامي، بيحكي لك مهندس، بيحكي لك بدي اصير زي ابوي مثلا على سبيل المثال اي مهنه. انت كنت تقولي انه كنت كل الوقت بدك تكوني مشهوره. مش مشكله وين، مش مشكله كيف، مش مشكله باي محل. مزبوط. الطفل اللي بيكون طموحه يكون طفل مشهور، كيف بيكون طفل؟ بيكون طفل مشبع. فكر انا من كثير اشياء يعني، بتطلع حواليه بشوف في طاقات إيجابية. طلع يعني صعب أنت تلاقي طفل يقول لك أنا بدي أصير مشهور، بس ممكن يعني لأنه الطفولة هي فيها براءة أكتر، وممكن الواحد زي ما حكيت يعني متعودين أكتر نسمع إني أصير دكتور. وأنا يعني أنا كتير مرات بسأل أولادي إيش حابين تصيروا، فالتيتا أو هيك دكتور أو بعرفش إيش. فأنا أو يعني المهن التقليدية، تعرف هاي المهن التقليدية يعني إنه أنا بدي أكون أنا دكتور. طبعاً أنا بحترم جداً كتير طبعاً كتير. أنا كمان أختي دكتورة وأنا عندي إخوالي دكاترة. أنا كتير بحترم، بس أنا قصدي يعني اللي دايماً بحكيه في كل محل إنه لازم أفكر برا الصندوق. يعني لازم شوي يعني أنا مثلاً وأنا صغيرة كان عندي هيك دايماً بحب أكون قائدي يعني، كانت بشخصيتي يعني ليدر يعني يعني بكل إشي كنت أحب إني أربح. إذا كانت مسابقة ما أربحش فيها أزعل، هيك أنا شخصيتي. أي برج يعني. أنت هديل؟ التور. أوكي. هاي واحدة من سمات وصفات برج التور. طلع دائما بده يكون بالطلع. كنت أزعل أصير أبكي إذا بنروح على بركي أو على رحلة مع أهلي، كان في دائما مسابقات هناك بالبركي، أول واحدة أنا أروح. إذا كنت أخذ محل تاني أو هيك أزعل، بديش أنا، بدي أول وحدة وبدي أربح بكل شيء. بالرغم اليوم لما بنحكي على هديل بتملكي وحدة من أكبر شركات تأمين اليوم بالمجتمع العربي، بميز هاي الشركة إنه
كل من قام على هاي الشركة وكل من يعمل في هاي الشركة نساء، بعد شوي رح نحكي عنه. مزبوط. ولكن إلى جانب هذا دخلتي وتعلمتي موضوع تقليدي. مزبوط. مهنة المحاماة. مزبوط. اليوم حضرتي كمان محامية في المهنة، وبنعرف إنه المحامي أو مهنة المحاماة غدت اليوم مهنة تقليدية جدا. مزبوط. شو اللي دفعك تروحي للمحاماة بالوقت اللي كنت عارفة أنت قبل ما تتعلم إنه أنا رح أكون وكيل التأمين؟ زبط، كان عندي محاضرة امبارح وهذا اللي حكيت أنا عنه. إذا أكون صريحة معك، أنا تعلمت عشان يكونوا أهلي مبسوطين. بعرفش ليش اليوم أنا تفكيري يختلف، يعني إنه طب ليه، يعني إذا تعلمت تأمين بدهنش يكونوا مبسوطين فيه ليه؟ يعني بالعكس، خلص عشان يعني أعمل في، يعني إنه أنا عملت لكم إشي، طلعوا يعني بنتكم محامية يعني معها لقب، وأصريت يعني تعلمت وعملت استاج وعملت الشهادة وعملت امتحان وحصلتي على وحصلت يعني رخصة المحاماة. وكنت كتير مبسوطة وإجيت فرجيت إنه هيك وطلعوا نجاحات وتمام، بس أنا من جوا كنت عارفة إنه مش هون أنا بدي أكون يعني. وأصلاً مع يعني أنا كتير يعني مع كل احترامي كمان للمحاماة وللمحامية كلهم، بس ما حبيتش كتير، ما شفتش حالي بهذا المحل يعني. بس تعلمناه عشان أهلنا، عشان نأخذ لقب، وعشان السؤال لما أول شيء بحييك على صراحتك يعني بهذا الصداد، وأنا متأكد إنه الأشخاص تتغير بين كل مش سنة والتاني، بين كل شهر والتاني الفكر بتغير. صح. اليوم حضرتك أم لثلاث صبيان، الله يخليهم، شو أسمائهم؟ نديم إيميل كريم وكريم. 15 سنة، 12 سنة وتسع سنوات. شو حاملة من طفولة هديل لنديم وإيميل وكريم؟ إنه كل إشي ببالهن يحققوا، وإنه ما يخافوش، وانه يحكوا لي عن جد ايش حابين يعني عشان انا اشجعهم. يعني انا كمان بكون صريحه معك، كثير مرات لحظات بقعد مع اولادي وبحكي له لنديم طلع يعني صار عنا احنا هيك عنا يعني مكتب واشتغلت عليه وتعبت واسم، شو رايك تكمل؟ فبحكي لي ماما ما هو انت لما بتربي انت بدك تتوقع ايش كمان اللي يعني انت لما بتربي على الاستقلاليه وعلى انه انت تبدي رايك وانه تكون انت يعني مستقل في رأيك، كمان بدك تتقبل، وهذا الشيء مش سهل. يعني اليوم أنا هيك عم بفوت في كتير صراع يعني مرات، بس بالآخر عن جد أنا حابة يعملوا الإشي اللي هن بيحبوه. هذا كان يعني كملي، لأنه في يعني بحكي لي ماما بس أنت بتقدريش تختاري لي إيش أنا بدي، أنا حابب أختار أنا إيش بدي يعني. فبطلع عليه هيك بحكي له مزبوط يعني أنت أنا ممكن أساعدك في الطريق إيش، بس أنا بيني وبينك يعني بآمن إنه الإنسان حدوده هي السماء وبوصل كتير بعيد إذا ببلش وبفوت وبتعلم على موضوع بحبه. هذا كمان سؤال هديل، اليوم لما الأهل بيعملوا بزنس والبزنس بيكون ناجح جداً، بتعبوا من أجل الوصول لهذا المحل، بتعبوا من أجل الوصول لمكاني بالمجتمع، بيكون دائماً الرغبة موجودة تبعت إنه أنا بدي لأولادي يكملوا بهذا البزنس. هو بيجي من دافع إنه أنت يعني رتبت لهم مستقبل جاهز يعني تعال نقول بين قوسين، يعني انت تعبت كثير حققت نجاح كبير واسم كبير، عشان هيك انا بنكرش انه كثير بكون سعيده انه ابني يختار هاي الطريق، لانه فعلا سميها كثير بكون سعيده اذا بكون ام تقليديه. لا تعرف شو، انا يمكن احاول اعمل مع ابني زي ما ابوي حاول يعمل معي. ابوي ما اجبرنيش، بالعكس انا لحالي رحت وهيك حكيت انه بدي اتعلم محاماه، بس هو ما اجبرنيش اتعلم تامين ولا اشتغل بالتامين. بس هو حببني يعني، انا هاي المهنه هي اختارتني يعني. هو كان ذكي، انا دائما يعني بحكي انه ابوي انسان ذكي، كان ياخذني وكنت بالاول اضلني اعيط وبدي اجي وبدي زي الاولاد وبالعطله وبدي اطلع وهيك، لا تعالي، ومن ناحية تانية طلعني ويعني كان يحببني في الموضوع يعني اشتغلي هيك وخد هيك في لكل إشي مقابل، فهو حببني، فأنا هاي يعني اللي أنا بدي أحاول أعمله أحببهن، وإذا بالآخر هن يعني بدهن إشي تاني يعني مثلا أنا في عندي ولد بحب يعزف مثلا كتير حابة إنه يطور هاي يعني الموضوع. كمان بعالم الموسيقى وكمان يستمر بالعالم اللي حضرتك بنيتي. هديل بعد في كتير يعني إحنا بعدنا بالبداية وبعد في كتير تفاصيل بدنا نحكي فيها، بدنا نحكي على كل قضية موضوع التأمين بشكل عام، ولا أي مدى هناك في وعي
لكل ما يتعلق موضوع تأمين مجتمعنا الفلسطيني. بدنا نسمع قديش اليوم الرجل الشرقي مستعد إنه يحط كل قضايا تأميناته بيد امرأة هيك تدير له كل هاي الحياة. راح نشوف قديش كانت المسيرة مكللة بالزهور وكتير كتير كتير تفاصيل راح نكمل فيها بعد شوي على الطريق معك. إن شاء الله.